إذا نظم معلومات الجغرافية جي اس اللي هو اختصار لكلمة جيوغرافيك انفورميشن سيستم، هي مجموعة من الأنظمة بتهتم في جميع عمليات جمع وحفظ وتخزين البيانات الجغرافية والوصفية، وتلك العمليات تتم داخل قواعد البيانات الجغرافية أو داخل قاعدة بيانات جغرافية واحدة أو أكثر. طبعا إحنا بعد ما نقوم بجمع وحفظ وتخزين هاي البيانات لازم إنه إحنا نقوم بعملية تحليل لهاي البيانات. شو المقصود بتحليل البيانات؟ كلمة تحليل اللي هي يعني اشتقاق بيانات جديدة من الأصل. بعد ما قمنا بجمع وحفظ وتخزين بيانات وحللناهم، بيتم إخراج خرائط تفاعلية وثابتة وإصدار تقارير إحصائية وغير إحصائية للبيانات لدعم أصحاب القرار في اتخاذ القرارات المناسبة بشكل أفضل لحل المشاكل مكانيا وجغرافيا. وأيضا الجي اس بيسهل مشاركة هاي المعلومات سواء على الأونلاين أو على أجهزة الحاسوب، وتوصيل هاي المعلومة الجغرافية لجميع المهتمين فيها سواء كانوا مسؤولين، مواطنين، موظفين، طالبي علم وتعلم وغيرها من المهتمين بالحصول على هاي المعلومة. لذلك عشان نأمن توصيل هاي المعلومة لازم نكون احنا بعمليات كثير أساسية اللي هي جمع وحفظ وتخزين وتحليل وإخراج خرائط وتقارير للبيانات الجغرافية، ثم توصيل هاي المعلومة بشكل مناسب وجيد. وأيضا الجي اس احنا نقدر نستخدمه في 3 مستويات. كيف يعني؟ مثلا احنا بنقدر نستخدم الجي اس كأداة او برنامج او علم. كيف احنا بنقدر نستخدم الجي اس كأداة؟ من خلال استخدام نظم معلومات جغرافية في جزء من اهداف مؤسسة ما مثل وزارة التربية والتعليم، بيتم استخدام الجي اس كأداة من خلال عرض خريطة فيها كل المعالم التعليمية، مدارس، جامعات، رياض اطفال، بحيث كل معلم تعليمي يعني كل مدرسة او كل جامعة او كل روضة بيكون لها صفات أو بيانات بتخصها. يعني مثلا في عنا المدرسة شو اسمها، كم عدد الطلاب اللي فيها، كم الكادر التعليمي الأكاديمي، كم من أستاذ، كم من معلم، كم من مرشد، أيضا مساحة المدرسة، أكم من صف تحتوي هاي المدرسة. هدول بيانات أو سمات صفات لهدول المعالم التعليمية اللي هم المدارس والجامعات والروضات. أيضا يمكن تحديث تلك المعالم من خلال التواصل مع كل إدارة مدرسة أو مؤسسة تعليمية. أيضا في عنا وزارة الصحة بنقدر إحنا نعرض خريطة فيها كل محافظة كم من مصاب بمرض الكورونا خلال فترة زمنية معينة، لتحليل ذلك ونعرف شو المحافظات الأكثر ضرر في هذا المرض والمحافظات الأقل ضرر، ونقدر إحنا بناء على هاي التحليلات نقدم حلول مكانية لحل مشكلة انتشار المرض. أيضا في عنا قناة إذاعية للأخبار بتقدم تحليلات عمليات عسكرية من خلال خريطة تفاعلية مثل قناة الجزيرة. بنلاحظ أن تلك المؤسسة لا تحتاج إلى طاقم كبير وضخم لتوظيف أشخاص، ممكن توظف موظف، موظفين أو 3 موظفين بالكثير فقط. أما إذا إحنا كنا استخدمنا الجي اس من خلال برامج، فإحنا بنستخدم برنامج واحد أو أكثر من مجموعة كبيرة من البرامج عشان نحقق هدف أو أهداف نظم معلومات جغرافية داخل هاي المؤسسة. وأفضل تلك البرامج كما تم ذكره قبل شوي اللي هو الـ RGS إزري، يعني RGS برو أو الـ RGS العادي اللي بتكون من أكثر من برنامج. وفي عنا أيضا الكوانتوم والأوتوكاد والجلوبال مابر وغيرها من هذول البرامج اللي بتدعموا نظم المعلومات الجغرافية. طبعا نتيجة التعامل مع البيانات الجغرافية بيتم تنزيل برنامج أو أكثر من هذول البرامج، فهون لازم أنه يتوفر عنا طاقم من موظفين لا بأس به قد يصل إلى دائرة أو قسم أو إدارة عامة. أما إذا إحنا استخدمنا نظم معلومات جغرافية كعلم، فهون احنا بنتكلم انه هذا العلم هو بيهتم في جميع عمليات نظم معلومات الجغرافية. شو هم هذول العمليات؟ يعني حفظ وجمع وتخزين وتحليل البيانات واخراج الخرائط والتقارير، هذول العمليات الجغرافية الخاصة بنظم معلومات الجغرافية. ونقوم عند استخدام نظم معلومات الجغرافية كعلم بنقوم بتوظيف الرؤية الجغرافية داخل المؤسسة، بحيث انه تطبيق الصحيح للجي اس في هاي المؤسسة بيجعلها مؤسسة ذكية، او اذا كانت مثلا بلدية بتكون بلدية ذكية، اذا كانت وزارة او دائرة حكومية بتكون هاي الدائرة الحكومية ذكية، فقط عند التوظيف جي اس كعلم داخل مؤسستها. من خلال ما تم ذكره سابقا احنا بنقدر نعرف نقطتين مهمات بتخص الجي اس. اول اشي تتيح نظم معلومات جغرافية للأشخاص تصور البيانات وتحليل هاي البيانات للمساعدة في حل مشاكل المكانية واتخاذ قرارات أكثر ذكاء. في عنا قرارات صحيحة وفي عنا قرارات أصح، أو في عنا
طريقة صحيحة وفي عنا طرق أصح. فاتخاذ القرار الأكثر كفاءة وأكثر أهمية هون بيصير في عنا قرارات ذكية. أيضا جي أس نقطة القوة فيه أنه بربط بين الخريطة والمعلومات. كيف يعني؟ في عنا اي تي مع ماب بعطينا جي أس. إذن شو المقصود بالجي أس أو شو الإشي العملي أو نقطة القوة في الجي أس؟ أنه أعطينا معلومات وربطها في موقع جغرافي، هذا هو الجي أس بكل بساطة. من خلال تعريف نظم المعلومات الجغرافية نكتشف أنه في عنا 5 مكونات. كيف يعني؟ في عنا طبعا هاردوير، سوفتوير، داتا، بيبول، ورك فلو، يعني في عنا أجهزة، في عنا برامج، في عنا بيانات، في عنا أشخاص، في عنا خطط أو أساليب منهجيات العمل. عشان إحنا نقدر كما ذكرنا في تعريف الجي أس، عشان نقدر إحنا نقوم بعمليات جمع وحفظ وتخزين وتحليل وإخراج الخرائط والتقارير للبيانات الجغرافية، لازم يكون في عنا إحنا برامج بتتم هاي العمليات فيها. كذلك لازم يكون في عنا أجهزة منخزن فيها البيانات على سبيل المثال. أيضا لازم يكون في عنا بيانات، يعني إحنا شو بدنا نخزن، شو بدنا نجمع، نجمع البيانات. كذلك إدارة هذول العمليات لازم يكون أشخاص، إشي مدير، إشي موظف. وعشان تتم العملية بكل ذكاء وبكل جودة مناسبة لازم يكون عنا خطة معينة نمشي عليها عشان نطبق جميع ما ذكر. إذا أجهزة هاردوير هي الأجهزة اللي تدعم نظم المعلومات الجغرافية مثل السكان أو أجهزة الماسح الضوئي، الطابعات، الحاسوب سواء كان مكتبي أو لوحي أو جوالات ذكية، وملحقات الحاسوب مثل الفأرة، لوحة المفاتيح وغيرها. أيضا البرامج، البرامج تدعم نظم المعلومات الجغرافية، ليس بالضرورة تكون جي أس. طبعا برامج جي أس ممكن تكون مثلا زي برامج المايكروسوفت أوفيس، زي برامج البرمجة مثل الجيو سيرفر، مثل البوستجريس، مثل الاس كيو ال سيرفر مثلا. وكذلك في عندنا مثلا مثل كذلك في عندنا الار جي اس ازري، يعني منتجات شركه ازري وهي الاساسيه. ايضا البيانات وهي قلب نظم المعلومات الجغرافيه، يجب التركيز على الجوده وليس الكميه، لانه في عندنا قاعده امريكيه بخصوص الجي اس اسمها جود داتا جود جي اس، يعني بيانات صحيحه او جيده بعطينا جي اس جيد. الأشخاص، توزيع موظفين ومستخدمين نظم المعلومات الجغرافية، في عنا مدخل بيانات، في عنا محلل بيانات، في عنا فني خرائط، في عنا مطور نظم، في عنا مدير، في عنا مستشارين، في عنا أشخاص يجب توصيل المعلومة الجغرافية لإلهم حسب صلاحيات معينة. آخر إشي في عنا سير العمل الورك فلو، يعني هي الخطط والأساليب والمنهجيات والكوادر الفنية والبشرية واللوازم المالية أيضا، وكل ما يلزم من تخطيط، تنفيذ، متابعة، تغذية راجعة عن البيانات الجغرافية داخل المؤسسة. أنواع البيانات بنظم المعلومات الجغرافية، في عنا بيانات متجهة، شبكية، جداول، يعني فيكتور داتا، راستر داتا، والتابل. الفيكتور داتا أو البيانات المتجهة هي اللي بتتمثل من خلال مضلع، خط، ونقطة. أيضا ممكن تكون على شكل طبقة، أو هي أصلا هاي البيانات بتكون على شكل طبقة جغرافية. طبعا كل طبقة جغرافية بتتكون من معالم. كيف يعني؟ في عنا طبقة، في عنا مثلا طبقة طرق فيها 20 طريق، كل طريق يعتبر معلم فيتشر، ومجموع هاي المعالم بيكونوا تحت مجموعة اسمها لاير أو طبقة اللي هي طبقة الطرق. أما البيانات الشبكية والراستر داتا بتتمثل من خلال حجم الخلايا، وكل ما قل حجم الخلية بتزيد الدقة، مثل أي صورة احنا بنشوفها على جهاز الحاسوب أو أي صورة احنا ممكن نشوفها بشكل ورقي ممكن أن تكون مغبشة مثلا إذا قربنا عليها، فهي بتكون حجم الخلية كبير، فكل ما قل حجم الخلية بتزيد الدقة. طبعا أهم هاي البيانات اللي هي الصور الجوية والفضائية ومخرجات عمليات التحليل للبيانات المتجهة. ممكن يكون عندنا احنا طبقة نقطية بتمثل الارتفاعات، مثلا في عندنا 50 نقطة، كل نقطة فيها ليفل أو فاليو معين، فهاي القيمة بتمثل ارتفاع، فإحنا من خلال 50 نقطة بنقدر نعمل نموذج ارتفاع رقمي، وهو عبارة عن بيانات شبكية، بحيث النظر الأولى على هذا النموذج أو هاي الطبقة اللي بتمثل الارتفاع الرقمي نقدر نحدد المناطق المرتفعة والمنخفضة والأودية وغيرها. أيضا إذا في عندنا طبقة تتكون من مباني نقدر إحنا نرسم بيانات شبكية أو راستر داتا بحدد لنا المناطق البلت إيريا أو المناطق المبنية. أيضا في عنا الجداول التيبل، بيانات وصفية تشبه، أو إحنا خلينا نقدر نقربها إن هي بتشبه جداول إكسل، تتكون من أعمدة وصفوف، بتعطينا سجل، كل سجل يعني بتكون من صف وعمود. طبعا ما في إلها موقع جغرافي،
لكن البيانات المتجهة والشبكية الفيكتور والراستر داتا في لهم موقع جغرافي، وبنقدر نحكي انه العمود هو عبارة عن حقل والصف هو عبارة عن معلم، فكل صف او كل سجل او كل معلم في له عدة اعمدة، كل عمود وصف، مثل ما حكينا في المدارس اسم المدرسة عمود، عدد الصفوف عمود، عنوان هاي المدرسة بشكل وصفي ايضا بيكون بعمود اخر وهكذا. طبعا في عنا ادوات كثير لتحليل تلك البيانات، الفيكتور والراستر والتيبل، بنقدر احنا ايضا نحول فيما بينهم، مثلا الجداول اذا في عنا جدول اكسل او في عنا جدول مستخرج من اي برنامج الاي تي، يعني اي قاعدة بيانات اي تي موجود بنقدر نستخرج منها احنا جدول، نقدر هذا الجدول نحوله لنظم معلومات جغرافية تيبل، من ثم بتم نقل هذه البيانات الجدول للبيانات المتجهة.